بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المعلمة رفاه الفطراوي ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت. المادة لغة عربية الصف روضة ثالثة، اليوم الخميس 4 آذار عام 2021. بسم الله نبدأ. السلام عليكم يا أطفالي، كيف حالكم اليوم؟ اليوم بعد أن تعرفنا على حرف التاء وأشكاله، سوف نقرأ حرف التاء مع الحركات. هيا معا. ما اسم حرفنا الجديد يا أطفال؟ أحسنتم، حرف التاء، حرف التاء. ما هو صوت حرفنا الجديد؟ ت ت ت. كم شكل لحرف التاء يا أطفال؟ أحسنتم، 4 أشكال: تاء منفصل، ت متصل في أول الكلمة، ت متصل في وسط الكلمة، ت متصل في آخر الكلمة. الآن يا أطفالي، ما هي الحركات التي تعلمناها نحن تعلمناها وحفظناها، ويجب أن تجيبونا بشكل سريع. هيا، ما هي الحركات التي تعلمناها يا أطفال؟ الفتحة صوتها أ، الضمة صوتها أو، الكسرة صوتها إي، أ أو إي، أ أو إي. هيا نردد، أ أو إي، صوتها قصير. الآن سوف نضيفها إلى حرف التاء. إت أ تا تا. نعيد مرة ثانية، إت أ تا، إت أ تا، إت أو تو، إت أو تو، إت أو تو، إت إي تي، إت إي تي. هيا نردد مرة ثانية، إت أ تا، إت أ تا، إت أو تو، إت أو تو، إت إي تي، إت إي تي. هيا نرددهم معا، تا تو تي، تا تو تي. هيا رددوا أنتم. بارك الله فيكم، أحسنتم يا أطفالي. ماذا نسمي حرف التاء مع الحركات؟ أحسنتم، مد قصير. نسمي حرف التاء مع الحركات مد قصير، تا تو تي، تا تو تي. الآن ما هو واجبنا في البيت؟ كتابة حرف التاء مع الحركات على الدفتر بالطريقة الصحيحة. تا تو تي. نكتب الوظيفة بشكل عمودي مع لفظ كل حرف جيدا. بارك الله فيكم يا أطفال، وشكرا لكم. أنا أنتظر منكم كتابتكم الجميلة على الدفتر. إلى اللقاء في